نينا بوضع نفسي مش مريح ابدا. نسمة جربت تروقها، جيلبرت جرب يضحكها، وفريم مثل العاده جاهز وتحت الطلب. هاي استاذ كانت مين يعني من الام اللي انت مفتقداها من بعدك فتره يا نونو؟ مخنوقه ليه كده؟ الفكرة لو عيطتي هترتاحي، يعني مش وحش انك تعيطي. انت بدأت تعيطي اصلا؟ طيب من غير ما اقولك. لا والله بيطول. طب مالك ولا؟ طيب انت حتى لو ما قلتليش اني واي ده يعني هيطولها لك القط يعني. ها؟ حبيبي لا I had to see it. إذا بليز خلوه طلع والنبي اللي عندها عادي مش وحش. حالا نحن عم ضايقك بشيء عم نزعجك. بمسحكم عن جد ما حدا يكون منيح مع حدا بالمرة لأنه بيكبروكم على ظهركم أنا عرفت ومن تحت لتحت بصيروا يحكوا عن ياه ويعملوا أشياء قصدان كمان يقهروك ياه أنا بموت قتلني يعني بس ما تكون بوجهي يعني كل هذا عشان العالم اللي حواليك هي؟ مش بس عم تعمل هيك بحرق عشان العالم. هاي وحده من الاشياء. احكي. ما في شيء جديد. سيم ستوريز يعني عم بتضايقك؟ طب ليه عم ضلي تحسي انه فيش حد بيهتم فيكي؟ سؤال. يا خلص. ايه. بكاء نينا له أسباب نفسية، تعصيب أميمة له أسباب غذائية. I love pancakes, I love pancakes, they make me a happy Peter, happy Peter, happy Peter, la 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 la. من أي ماما؟ أميمة إف أي ليه اسم مكتوب على البتاع؟ أنا سألتك قلت لك أكلت منهم ولا لا؟ اسم مكتوب عليهم؟ يا ابني قول شو هالقرف اللي أنا عايشة فيه؟ أكلوا أكليك؟ لا إيه ده؟ معقولة أكلوا أكليك؟ كريم وان فري وان فري مهمة إيه ده؟ خاطر عينك نحط حاجة نحب نجي نلقاها شوف كان لحظة كان جوفر إجي لاقي منه قطعة من الصبح أوجي أصغر ما راح ياكل شيء طول النهار لأنه أنا بس حدا مثلا يكون حاط صحنه في أكل ما بقدر وبروح بشوف مين لا إلى مين طب انا زعلانه مني انا ليه طيب مش فاهم مش انت انا سالتك سؤال انت بدك تقول لي مكتوب اسمي ازاي بيكتب اسمك يا كريم سمك الجوفر اللي عملته انا صبح بالشوكولا مش صبح يعني مش مين اكل كريمة كانت بتاكل بعدين سابتلك بقيته وبقيت البيض وانا عملتلك القهوه والعيش طب ما فيش حاجه في الصحن اللي من الشوكولا كثير طيب لا عم تاكلوا لي اياهم انا بعرف بس كان انا حاسس اني اخلص المويه حقت الاكاديمي كله هي نينا جت دقت منه من بعد ما عرف شكون كملوا سو اللي نسمى هي اللي بقات في الكويزين اخر وحده سو لها قولي لي اشكون اللي دار ده شكون هي محمد عبد الله نينا محمد عبد الله ماكلين علاش انا نشاور مش هكاك راهو الماكله راهو فما قانون في الماكله طب ليك انا كنت مخزينه على الاكل يا عملت هيد فت للحمام وكنت عم كانوا يعملوا لي اكل نسمى وكريمه فت على الحمام عملت شغلي وانا طالعه قلت بركي بروح باكل هلا قال لا انزلوا تنغني هلا غنينا طلعت لقيت الصحن فاضي مش معصبه على هاي انا معصبه من قله الاحترام من قله الاحترام اني بلاقي صحن حدا محطوط باكله بفل اي حدا عامل لي اياه بعرف مين شو بضربها لانه اكلت خلص
لا بس قلتي لها شيء بس عن القصه؟ ما قلت لها ولا خبرتها لك انذار. عادي حبيبتي ما كذبوا. لا مش عادي. في عالم هون هيك العقل صغير خليهم. لا لا وميمة مش عادي لانه رح تصير فيك اجان. والله نرفز خالي بعصب مش على الميك لاني تعبت من كل شيء لاني بتكلم في التليفون ولا عندي عبيد لا عندي ناس لا عندي حد. انا شنو انا؟ على بركة من نظرة الخاوية. أمي فاشية ما سمعتش صوتها وما يعطيني دقيقة نكلمها. لكن هون عاقبوني ما اليوم عليهم ما تكلمش قبل البرايم وما هم كل أسفة ولا لا. ما بعرف شو صاير معهم أصلا. بعد البريك محمد رحمة خارج الأكاديمية.